يا سيد نجم في تغريدة لك بأنه تثبيت المحاضرين وتعديل سلم الرواتب ليس منة من أحد، لأنه استحقاق لهم، وتطبيق العدالة الاجتماعية واجبا شرعيا قانونيا أخلاقيا حتى تطبق هذه العدالة الاجتماعية التي أشرت لها في تغريدات سابقة لك. إلى ماذا يحتاج السوداني؟ هل يحتاج إلى دعم متكامل من القوى السياسية، أقصد هنا دعم رأي توافقي، أم يحتاج إلى ميزانية انفجارية؟ أحسنتي. أولاً شكراً على المتابعة لتويتر لي، وشكراً على متابعتك على المشهد الإعلامي والسياسي، وحضرتك وزميلك من المتابعين الجيدين في الإعلام. أنا أقول وقلت منذ سنوات، لماذا لا تكون عدالة اجتماعية؟ أولاً في التعيينات، وثانياً في المرتبات. يعني من غير ممكن اثنين نفس الرحلة ونفس الصف ونفس المرحلة ونفس الجامعة ونفس الكلية ونفس التخرج، لربما هذا معدل أعلى من هذا معدل، هذا يتعين بهيئات أو يتعين في إحدى الرئاسات أو في إحدى الوزارات اللي فيها مخصصات أضعاف، يتقاضى راتب 1.5 مليون وهذا يتقاضى 600,000 دينار. زين، هذا الموظف من يتعين مع زميله ومع قرينه ومع زميله وراتب المقابل 4 أضعاف، كيف يصبح ملتزم بالدوام؟ أليس كان يفترض أن أعطي مخصصات للخطورة؟ أليس أن تكون كل المرتبات، يعني وزارة التربية مرتباتها أقل من كل الوزارات، أمانة العاصمة، وزارة البلديات، وزارة المواد المائية، التخطيط، التجارة والصناعة، وكثير من هذه الوزارات حقيقة ظلمت. وأنا كنت وما زلت داعم للعدالة الاجتماعية. الأمر الآخر، التعيينات كالمحاضرين تثبيتهم هي مو من المسؤول السياسي. ليش المسؤول عندما تكون انتخابات ويقوم بالترشيح يشوفه ديمقراطي وشفافي ويتصل على ويجاوب على كل الاتصالات، من يفوز بالانتخابات أول خطوة يغير رقمه؟ هاي مو ثقافة. أنا دائما أقول السلطة المنصب شرفة من لا مقام له، يتسابق عليه ويتقاتل عليه الأقزام اللي دائما هم عندهم عقدة الطفولة، حرمان الماضي، بيش يعوضوا؟ هذا دائما تلقي الأجوف يعوض، أما بنقص المال عندما يكون المال يعوض ما كان محروم منه، أو يعوض عندما يحصل على المنصب، تجده يقوم بالتمثيل والتجهيل والتنكيل الآخرين. أنا أقول اليوم على السيد السوداني، نحن كلنا نقدم دعم له، لكن أن يبدأ بكبار الفاسدين، لأن عدم محاسبة الفاسدين، أولا إيقاف الفساد والثاني محاسبة الفاسدين، لأن دائما التوبة الحقيقية أولها الندم وآخرها التصحيح وبينهما الاعتراف، ومن له الغرم عليه من له الغنم عليه الغرم. يعني نعم. انت مثل ما كان عندك امتيازات، جوازات انت وعائلتك وحمايات وباجات وإفادات، يجب عليك ان تحاسب عندما تخطئ او تفشل في عملك.